علم جده، ابوه، جده، عمه، خاله، كانوا يتورثون هذه المهنه. لابد ان يكون طبيب. احنا لا نحجر، بالعكس نطلب الطبيب، الطبيب مطلوب، لكن لا نحجر فعل الحجام على الاطباء فقط. انا اقول دائما اقول ليس كل حجام طبيب، وليس كل طبيب حجام. انا درست على يد طبيب بروفيسور طب الصيني، من جمله ما درسنا الوخز الاوبري مع الحجامه، شفته يحجم يقتل، تشريطه بالموس المشرط الطبي يقتل قتل، لانه يعمق في الجرح. ولذلك ابن القيم ايش قال؟ الحجامه تستخرج الدم من نواحي البدن والفصل لاعماق البدن. يعني عندنا كم دم؟ عندنا دمين، دم عميق اللي هو في الوريد للفصل او التبرع، ياخذون تبرع منك، والدم السطحي اللي هو لتحت الشعيرات الدمويه الدقيقه.